الذهب البرقسطمان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده حق وصدق، ندخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من دون خلقه وخليله، اصطفاه رب العزه سبحانه عز وجل واجتباه والى شريعه الاسلام هداه، فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى به الامه ومحى به الظلمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وعلى اله وصحابته ومن والاه. حضورنا الكريم، ضيوفنا الاعزاء من سلطات واخوه جميع الحضور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حفلنا هذا التواضع الذي يقام على شرف حفظه كتاب الله. خيركم من تعلم القران وعلمه كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير ما نفتكر به يعني مجلسنا هذا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لما اجتمع قوم، الله يسلم عليكم، يعنينا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. وانا قاعدين في مجلس انت عامه انت عندكم يقول الله عز وجل، فنسال الله عز وجل القبول. قلت خير ما نرتكب به هذه وهذا الحمد الكريم ايات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها عليه القائم في العيد وليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وما الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. التي نسأل الله عز وجل أن تكون ليلة القدر وأن يرينا أجرها وثوابها. هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم، هذه الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة المباركة نحتفي فيها ومن جملة ما نحيي به هذه الليلة المباركة إن شاء الله كما قلت أن نكرم أبناءنا وبناتنا حفظة القرآن الكريم أو المقبلون على حفظ كتاب الله يعني تشجيعا لهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلم، يعني ربما حتى له فيه كلام كثيرا، وربما عند مجموعة من التكريمات إن شاء الله مباشرة إن شاء الله في جو التكريمات، لأن هذه الليلة إن شاء الله كما قلنا فيها بالذكر وبالدعاء وبقراءة القرآن
ولنا أن نشاهد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاه من قرأ القرآن وعمل به. يعني هذه بشرى للوالدين اجمع. الوالدين لازم يحرصوا على ولادهم ما يقرأوا القرآن ويتبعوهم. قرأوا القرآن يكونوا في متابعة. ربما يروا الوالدين يعني ربما أمور دنيوية من حقك إذا السباحة وربك الرياضة وكذا من حقه يعني. ولكن ربما في يوم القيامة هذا القرآن الكريم وتعليم شعر كذا من كل ربما الوالدين. فأقول سمعكم من النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه ذات يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا. طوبى لكم حرص أولادكم أجمع تربية أولادكم القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقال يا رب حلل جعل خليفة فيلبس ذات الكرامة فيقال يا رب زد فيلبس خلة الكرامة فيقال يا رب ارضى عنه فيقال اقرأ وارضى ويزداد بكل آية حسنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. قلت يعني نشعر مباشرة في جو التكريمات ربما نشعر إن شاء الله مع سيدنا الصدارة الرجل
صوار على الدين، صوار على الدين. السيد والمرأة عبد البعيد
مزرعة التقوى. مزرعة يوجد تعالى عليهم خمسون
طالب الرفاق الثالث وقال من ذاك هذا يكون
ربي شرع التقييم في المجهودات في الدستور من اجل ربي شرع أصحاب الشيشان والمرمى تبدأ من الشيش ما تغطيهمش Thank you.
شاء الله المجلس يدعى لكم سيدي عبد الله الشيخ الخيرية، إن شاء الله لكن التخصص معه لكن الكرامية ترجع للزبدة ما كانت تجميع البقلاوة والشيخ ترجع للزبدة. عم يعني؟ إن شاء الله كنت تصرف تكون ترجع للزبدة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اسال الله عز وجل ان يجعل هذه المجهودات في ميزان حسناتكم جميعا. الله عز وجل يقول: ذلك ومن عبد شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ادخال السرور على حفظه كتاب الله عز وجل ليس بامر حيف، بل هو اعلام بشان الانسان المكرم واعلام بشان الانسان المكرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من اعلم القران واعلمه. لذلك اسال الله عز وجل ان تزيد هذه المجهودات. كلما ازداد المسجد من نشاط وازدادت همه المصلين ببذل المجهود على هؤلاء الطلبه يزدادونهم نشاطا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن نكون نحن منهم، ونسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بماله تفرقا سالما من الشيطان معصوما، ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل وحجة لنا لا علينا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقبلين إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ونسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم توفنا على كلمة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you so much.